بسم الله الرحمن الرحيم. معكم سلامة حمزة، بنتكلم عن بعض أنواع القوالب، برضو بناخد منها فكرة للناس المبتدئين. طبعا القالب اللي هو بتاع المكسهات أو الواطي، مفيش كعب أو زي ما أنت شايف، بيبقى شكل القالب كده، ويبقى القالب جاي من هنا طالع كده، دي طلعته ودي رجل. هنا وضع الرجل بيختلف، كل ما القالب بيكون كعب عالي فهنا بيبقى، شوف ركز هنا ورجل واقفه كده كلها. عشان كده حتى كان حد بيسالني البوت، البوت اهو انت بتطلع كده، هتطلع فوق بالقصبه كده عادي خلاص، هي طالعه لوحدها اهي. فكل ما بتعلى بالقالب كل ما بيبقى سهل انك انت تفرد ايه الكرمشه، مفيش كرمشه هنا، انت بتطلع حته واحده. ده واطي القالب واطي، لكن لما بنيجي نطلع بالبوت بيبقى طالع عدل، فبيبقى عامل زاويه هنا ضيقه، فبنحاول نفتحها ان احنا بنلف كده. بس ده ما كانش موضوعنا، انما احنا موضوعنا بنقول ان القالب الواطي بتبقى عليه صندل مكساه زي ما هنقول كده. الانواع العاليه، في قالب عالي بالشكل دوت، في قالب جزء رفيع كده، في قالب له مسافه هنا ليه زي حته زياده ممكن اعمل هنا عليه حاجه بتاع. انت بتختار القالب اللي يناسب الموديل اللي انت بتشتغل عليه، ورجلك في الجزمه او في القالب او رجل السيده او الانسه اللي هتلبس طبعا بيبقى وضعها كده. هنا حتى بيبقى نسبه التحميل هنا حوالي 70-80% على مشط الرجل، وهنا 20%، هنا نسبة التحميل 50%، هنا 50% هنا، لأن الرجل واخدة وضعها. طب تعالى نشوف برضو القفل اللي ورا مع العلو، وشوف بقى شكله عامل ازاي هنا، عشان الرجل اختلفت بالنسبة لو قلنا النقطة دي مع دي كده، وده بقى كده. هنا القفل هنا عدل، فده بنخلي بالنا منه لما نيجي نعمل الرسم، لازم يكون على نفس القالب. يعني ما ينفعش أعمل جزمة دكولتيه أو بتاع وأحطها على القالب كده وأرجع أحطها على ده، ما ينفعش خالص. لان يعني شوف هنا شكل الرجل عامل ايه، هنا شكل الرجل ده هو، حتى ما ينفعش لو نفس لو واطي بس قالب تاني ما ينفعش. انما احنا بنقول كل حاجه يتعمل على حاجتها وعلى ابوها بالظبط. ودي ممكن يبقى القالب كده يبقى القالب كده، انت بتصممه وبتصمم الموديل بتاعك حسب الموديل اللي انت عايزه يطلع بالشكل ده. قالب الصندل او الجزمه المكساه او حاجه خفيفه حلو، غير ده صندل كعب عالي بقى ممكن، وهكذا. شكرا، واخوكم سلام عليكم.